السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في هذا الفيديو. اليوم بإذن الله سوف أخبركم على بعض طبعا على هذا الدواء. طبعا دواء رائع جدا جدا ليساعد على التركيز وعلى الحفظ إلى آخره. كما راكم تشوفوا في بداية الفيديو حطيت لكم صور يعني بعض الصور لهذا الدواء عبارة عن حبوب وأقراص. طبعا هنا كذلك عندي عبارة عن سائل اللي هو الشراب. نعم هو كي قبل ما نبداو في الفيديو تاعنا دائما وابدا ما ننساش نذكركم تشتركوا لي في القناه بالضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس كي يصلكم اي جديد. كذلك ما تنساوش جيم الفيديو تبارطاجيوه كامل من اصدقائكم وزملائكم كومونتير. وطبعا كي تشريوه وتجربوه كذلك كتبوا لي في الكومونتير كيف كان مفعوله معكم في بدايه اول اسبوع. نعم يعني اخبروني كيفاش جربتيوه لانه هذا يعني كما قلت لكم هذا الدواء يعني رائع جدا. كما قلت لكم طبعا الاطعمه التركيز طبعا والاكل يعني ناكلو لازم اكيد يعني يكون اكل صحي باش يساعدنا على التركيز. ما قدمت لكم اكيد يعني اكلات يعني في فيديو من فيديوهات على قناتي درت لكم فيديوهات على الاطعمه الى اخره لانه الاكل مهم جدا جدا وطعام تاعك يعني لازم يكون طعام صحي باش يخليكم تركزوا اكثر تستوعبوا اكثر واكثر. اليوم باذن الله قلت لكم جبت لكم على هذا الدواء اوميغا 3. طبعا هذا الدواء يعني رائع جدا. كما قلت لكم شفتوا الاقراص في بدايه الفيديو وانا اليوم جبت لكم هذا المشروب. نفتحوه مع بعض. كما راكم تشوفوا طبعا رائع جدا انصحكم به. طبعا كما راكم تشوفوا فيه كذلك السمك من مكوناته يحتوي على السمك. طبعا والسمك يساعد كثير على التركيز. تقدروا كذلك تاكلوا السمك وحده كذلك يساعدكم على التركيز. طبعا يحتوي على كما قلت لكم مكونات تاع السمك كما راكم تشوفوا في العلبه كاين اسماك بالمختلف الانواع اوميغا 3 تاع الاسماك اللي تساعد على الحفظ والتركيز. طبعا هو رائع رائع جدا يعني الاهميه يعني رائعه جدا اللي عنده اي خلل في الحفظ وما يقدرش يكونسونطري مع المواد العلميه وما يقدرش يحفظ مواد الحفظ انصحه بهذا الاوميغا 3 يعني رائع السحر يخليكم تركزوا تحفظوا خصوصي يعني انتم دوكا في الشهرين الاواخر يعني افريل وماي يعني لازمكم اكيد تاكلوا اطعمه صحيه باش تقدروا تركزوا اكثر وفي هاد الاشهر ضعفوا مجهوداتكم الدراسيه اكثر. طبعا كما قلت لكم طبعا هذا يعني مبلغ مالي يعني تاعو مش يعني حاجه ولا مش غالي بزاف 95000 يعني هذا المشروب والاقراص 200000 كما راكم تشوفوا البخي تاعو 95000 وطبعا تلقاوه في الصيدليات. طبعا هذا هو المشروب هو تاع الاشخاص اللي يكونوا طبعا هذا المشروب اللي مثلا يكونوا ضعاف شويه في يعني نحيفين يعني بتيتاي. نعم يعني ينصحوهم في الصيدله بهذا المشروب بينما اللي يكون يساعدهم اكثر ويعني يحسنهم اكثر يعني هذا يعني يخص اللي يكونوا نحيفين بينما اللي يكونوا سمينين يعني مثلا واحد يعني بصحته يعني نصحوكم في الصيدلة يمدوا لكم الأقراص فتختلف يعني. نعم مرتين في اليوم يتشرب وهذه تختلف يعني المشروب يخص بالنحيفين يعني والاطفال الصغار كذلك. لكن مثلا انتم يتبعوا فيه عندكم خوتكم الصغار الى اخره اطفال وعندهم مثلا ما يقدروش يركزوا مليح يحافظوا كذلك راح يساعدهم بزاف يكونوا نحيفين. طبعا النحيفين الكبار النحيفين ينصحوهم بهذا المشروب والاطفال كذلك اطفال كامل ينصحوهم بهذا المشروب على حسب الوزن. نعم
بينما الأقراص راح يمدوهم للي مثلا يكونوا ملاح وزنهم مليح سمينين إلى آخره، راح ينصحوهم بأقراص مرتين في اليوم. هذا يتشرب مرتين في اليوم، الأقراص كذلك مرتين في اليوم، يساعد على الحفظ، يعني عنده سحر في الحفظ. أنا حبيت نمد لكم هذه المعلومة في هذا الفيديو على بالي يعني نتوما يعني تحوسوا على يعني مأكولة التركيز إلى آخره. فيعني كان هذا الفيديو تاني فيديو نديرو في قناتي على هذا يعني الشيء تاع التركيز. طبعا نرجع ونعاود نقول ما شفت الفيديو تاع الأطعمة إلى آخره روح يشوفوا في قناتي نزلته. نعم وانتوما طبعا أوميغا 3 هذا روحوا عند الصيدليين واستشيروهم فيه، ويعني تعرفوا أكثر وأكثر المعلومات عليه. الأقراص بميتين ألف، وهذا المشروب هذا تاع الأسماك طبعا مضمون. نعم مضمون يعني 100% ومفعوله يعني رائع 95 ألف. المهم انا كتشوفوا في بدايه الفيديو حطيت لكم كيفاش حيجيو الاقراص، لكن يعني راح تشوفوا الاقراص في بدايه الفيديو تاعي في المونتاج راح نحطها لكم. حبيت كذلك نذكر لكم بواحد الحاجه. انا في الفيديو اللي فات صورت لكم تاع هادوها تاع الجمل التي لها محل من الاعراب الى اخره، وحسيتها ما بانوش مليح. طبعا راح نعاود نصورها لكم اليوم، راح ننزلها لكم في الانستغرام تاعي. يعني هذا الملخص رائع جدا. نعم طبعا الملخصات هذه تساعدكم مثلا يعني كيما نقولوا قدوه الامتحان تقراو منها تجيكم اسهل واسهل ومنظمه يعني واضحه كيما راكم تشوفوا. واكيد هنايا راح نحط لكم طبعا صورت لهم الفيديو اللي فات صورتهم لكم وحسيت ما بانوش مليح. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو درتهم لكم. طبعا نقول لكم بون كوراج للجميع، وشوفوني في الفيديو القادم ان شاء الله بافكار جديده ويعني مواضيع اخرى. نحبكم بزاف ونتمنى التوفيق للجميع مره اخرى. نقول لكم ما تنساوش كما مازالكم مشتركينش في القناه بسرعه الضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس كي يصلكم اي جديد. نحبكم بزاف ونقول لكم سلام، شوفوني في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. الى اللقاء.